استخدمت الكيمياء العضوية في كافة المجالات الصناعية، لذلك اعتبرت أم العلوم، وكان للسوريين الدور الكبير في تلك الصناعات من خلال الأبحاث التي قام بها المختصين ليكملوا مشوار آبائهم وأجدادهم الذين نشروا العلوم إلى الغرب. تخرجت من جامعة حلب عام 1983 وفدت ببعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي عام 1984. أنا سافرت إلى الاتحاد السوفيتي إلى موسكو في 20/11/1984. عدت إلى أرض الوطن بعد ما انتهيت من دراسة الدكتوراه في 14/9/1989. أنا حصلت على الدكتوراه في الكيمياء العضوية اختصاص الحلقات، اصطناع الحلقات غير المتجانسة. باشرت عملي في جامعة تشرين في 23/12/1989، عينت مدرس متمرن في 30/7/1990. عام 1995 رفعت إلى مرتبة أستاذ مساعد، وفي عام 1996 أعرت إلى جامعة صنعاء في الجمهورية اليمنية، وعملت في جامعة صنعاء في كلية التربية بصعدة. هلا ممكن تسأليني كلية التربية، أنا اختصاصي كيمياء عضوية وكلية علوم. كلية التربية في جامعة صنعاء هي بتضم 6 تخصصات، كانت تخصص كيمياء، فيزياء، رياضيات، لغة عربية، لغة إنجليزية، ودراسات إسلامية. وبالتالي أنا عملت في كلية التربية بصعدة من عام 1996 لغاية 2001 بمرتبة أستاذ مشارف في قسم الكيمياء. عينت بكتاب أبو موجب قرار رئيس جامعة صنعاء عام 1998 نائبا لعميد كلية التربية في صعدة، وحتى نهاية خدمتي في اليمن 2001، حيث عدت إلى سوريا بعد انتهاء إعارتي إلى جامعة صنعاء، وعمل كان ذلك في 30/6/2001، حيث بشرت عملي في جامعة تشرين اعتبارا من 1/7/2001، وحتى تاريخه أنا أعمل في جامعة تشرين بمرتبة أستاذ مساعد في قسم الكيمياء باختصاص كيمياء عضوية. عينت عام 2013 نائبا لعميد كلية العلوم لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية وحتى تاريخي. إذا أردنا أن نتحدث عن الكيمياء العضوية، ما هي الكيمياء العضوية وماذا تدرس؟ الكيمياء العضوية بشكل عام، أنا بدي أحكي عن الكيمياء. الكيمياء أنا فيني سميها أم العلوم. هلا ممكن تسأليني ليش أم العلوم؟ الكيمياء حابب أحكي العبارة: وخلقنا من الماء كل شيء حي. والماء إذا بنرجع عليه هو عبارة عن مادة كيماوية. تعرفي أنت الصيغة الكيماوية للماء هو عبارة عن H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وبالتالي مادة كيماوية. وبما أن الماء هي مادة كيماوية والماء أساس الحياة أنا حسب رأيي، وبالتالي تعتبر الكيمياء أم العلوم. يعني ما في شيء يعني يدب على وجه هذه الأرض إلا والكيمياء تتعلق أو تدخل فيه. الكيمياء العضوية فعلا اختصاص يعني له مجال واسع جدا، لا سيما في وقتنا الحاضر. الكيمياء العضوية دخلت الصناعات الكيميائية، أو دخلت الكيمياء العضوية في جميع المجالات الصناعية. هلأ بنشوف الصناعات الكيماوية في الوقت الحاضر، خلينا نحكي من صناعة مثلا المنظفات، تعتبر الكيمياء العضوية أساس في صناعة المنظفات، صناعة الأدوية، صناعة المبيدات الحشرية، صناعة المبيدات العشبية، صناعة الدهانات، صناعة المواد البلاستيكية. وبالتالي ما بنشوف هلأ في صناعة كيماوية إلا وتعتبر الكيمياء العضوية أساس هذه الصناعة. يعني الكيمياء العضوية يعني فيني اعتبرها يعني إلى استخدام واسع جدا في عصرنا الراهن. خلال عملي في جامعة تشرين أنا أشرفت على عدة رسائل ماجستير.
كانت رسالة الماجستير الأولى في مجال صناعة المركبات الحلقية غير المتجانسة، وهذه المركبات الحلقية غير المتجانسة يعني معظمها يمكن أن يبدي أو يملك فعاليات حيوية. هذه الفعاليات الحيوية ممكن أنه تأهله لها المركبات المصطنعة هي أنه يمكن أن تستخدم كمبيدات، ممكن أن تستخدم كمواد دوائية. البحث الثاني كان في مجال الكشف عن سلفونات الكيل البنزل الخطية وسلفونات الالكيل في مياه البحر. نعرف نحن مياه البحر لاسيما في القطر العربي السوري أن معظم مصارف أو المجاري تصب في ماء البحر، والمجاري كلها تحوي، بتعرفوا أنتوا، على مخلفات البيوت، تحوي على نسبة عالية من المنظفات، وبالتالي هذه المنظفات بالنهاية عم تصب في البحر وعمليا تسبب تلوث أو تعمل على رفع نسبة التلوث في ماء البحر. حاولنا نحن قدر الإمكان نعزل أو نستخلص هذه المركبات ونحدد وزنها مثلا بطرق الحضن، إن كان في درجة الحرارة العادية، إن كان بوجود الضوء أو بعدم وجود الضوء، وبالتالي توصلنا إلى أفضل الشروط من أجل التخلص أو يعني نأكد أو نحسب نسبة هذه المركبات التي تعمل على رفع تلوث ماء البحر. يرتبط البحث العلمي ارتباط وثيق بالمجتمع، وبالتالي نحن بنعرف دائما البحث العلمي يعمل على مثلا معالجة المشاكل الموجودة في المجتمع. نحن نعرف أنه المجتمع في عنا مشاكل، إن كانت مشاكل على مستوى البيئة، هذه البحث العلمي يعمل على تناول مثل هذه المشاكل والبحث عن طرق من أجل حل هذه المشاكل أو الوصول إلى أفضل الطرق لحل هذه المشاكل الناجمة لا سيما مثلا عن تلوث البيئة. يعني البحث العلمي يجب أن يكون يعني يمشي خطوات وثيقة مع تقدم المجتمع. يعني نحن بنعرف أنه تقدم أي مجتمع يرتبط بالبحث العلمي، ونحن هون يعني عندنا عمليا في دي لك كثير هلا في تركيز على دعم البحث العلمي، ان كان من الجامعه، من الوزاره، من القياده. نحن لانه اي بلد لا يمكن ان يتقدم اذا ما كان في بحث علمي، وهلا عمليا نحن عندنا تركيز كبير على دعم البحث العلمي ان كان في مجال الدراسات العليا لا سيما الماجستير او الدكتوراه. ف بنشوف هلا بالوقت الحاضر انه في تسهيل من اجل دعم هذه الدراسات، وإن كان ماديا أو معنويا بكل الطرق، يعني لأنه لا يمكن إحداث أي تقدم في مجتمع بدون البحث العلمي. يعني نحتاج إلى بعض التجهيزات التي يمكن أن تدعم مسيرة البحث العلمي، ولكن يعني بتعرفي اللي بده يشتغل لازم يبدأ بالموجود، والشغلات الثانية الأجهزة ممكن تتوفر، ممكن تنطلب، المواد ما موجودة ممكن نطلبها. ما فينا نحن نجي نحكي نقول والله ما فينا نشتغل إلا ما تأمنت كل الوسائل أو تأمنت كل المواد. لازم نبدأ نحن ونشتغل. كلية العلوم تحتوي أو تملك يعني تجهيزات لا يستهان بها، كما عندها خبرات، كمان خبرات جيدة جدا يمكن أنه تشتغل بالبحث العلمي وتعطي أو توصل إلى نتائج جيدة في هذا المجال. وعلى يعني دائما نحن بتعرفوا القيادة عم تدعم الموضوع هذا وعم تمد الجامعة وبتأمل لها طلباتها، وما في يعني أي مثلا أي شيء بهالمجال هذا ممكن يعني نلاقي دعم فيه. لازم الأجهزة هي أهم شيء بالبحث العلمي. اثنين الأبحاث، أنت تتواصلي مع المجلات العالمية، تتواصلي مع المجلات شو عم بيشتغل غيرنا، نحن نتواصل معهم مشان نعرف شو بدنا نشتغل، وبالتالي عملية التواصل مع الدول الأخرى ومع الأبحاث اللي عم يشتغلوا عليها مشان نحن نكمل نلاقي طرق جديدة من أجل أنه نحن يعني نختار المواضيع اللي بتهمنا نحن وبتهم بلدنا ونشتغل فيها. ألفت أكثر من 5 كتب خلال عملي بالتدريسي في جامعة تشرين في مجال الكيمياء العضوية، وأيضا في هلأ كتاب بده ينشر حديثا هو في مجال الصناعات العضوية
اللي هي بتهتم في صناعة المنظفات وصناعة المبيدات وصناعة الكريمات وصناعة الزيوت العطرية وصناعة المواد الدسمة، هاي اللي هي أنا هلأ هذه راح نصدرها العام هذا إن شاء الله، صناعات العضوية واحد اسمها، وألفت كتاب في الصناعات العضوية أو في الكيمياء العضوية ثلاثة، بالكيمياء العضوية أربعة، بالكيمياء العضوية كانت 1991 لطلاب العلوم الطبيعية هاي يعني، وبالإضافة إلى بعض الأبحاث اللي عم نجريها حاليا يعني بمجال تحديد نسب الألكيل سلفونات البنزين الخطية. كلية العلوم هلا العام هذا تقريبا كان فيها خمس مؤتمرات، مؤتمر للدراسات العليا أقيم المؤتمر الثاني للدراسات العليا في كلية العلوم للكيمياء الثاني، المؤتمر الثاني للدراسات العليا في الكيمياء أقيم في كلية العلوم، يعني أقيم كمان المؤتمر الثاني للدراسات العليا قسم الرياضيات، أقيم المعرض البيولوجي والمؤتمر البيولوجي، أقيم المعرض الجيولوجي كمان، يعني عمليا هذه المؤتمرات عمليا يعني إلى فائدة علمية كبيرة، لسيما تتواصل الناس مع بعضها، يعني الباحثين بتعرفي أنت هو اللي هلا كان سابقا يعني يجوا مثلا مندوبين من الخارج، يجوا مشاركين من خارج الجمهورية العربية السورية، بس بسبب الوضع الراهن بتعرفي هلا المهم هذا يعني شوي خفت المشاركات الخارجيه، بس عمليا نحن الداخل السوري يعني عمليا المشاركه ساعات ابحاث تجينا من حلب، تجينا من دمشق، بتجي من حمص، تعرف الناس تتواصل مع بعضها، بتعرف شو عم تشتغل غيرها يعني، وبتؤدي الى تعميق المعرفه. هلا اداره المؤتمر نحن كلجنه تنظيميه نقوم اول شيء بتعرفي انت البروشور، تحضير البروشور، البروشور بنطبعه بنوجهه للجهات في داخل المحافظة داخل الجامعة وخارج الجامعة، وبالتالي نتقبل المشاركات، نحدد موعد معين نتقبل المشاركات في هذا المجال هذا، نعد المشاركات مثلا المشاركات الجيدة يتم قبولها ويتم إرسال إشعار للمشارك أنه تم قبول بحثك، ونعد هذه الأبحاث، وعمليا نحن نعمل على تنظيم أيضا انعقاد المؤتمر، مثلا ندوات المرافقة لها المؤتمر هذا، يعني من ناحية تنظيمية نعمل على تنظيم يعني كل الأمور التي تخص إنجاح المؤتمر أو أي مؤتمر ينعقد في مثلا كلية العلوم جامعة تشرين. هلا بالنسبة للجمعية الكيماوية السورية شوي رح نحكي شوي بالموضوع هذا، نعرف نحن الجمعية الكيماوية السورية تأسست عام 1945. الجمعية الكيماوية السورية هي عبارة عن جمعية علمية ثقافية، وهذه الجمعية لا تتوخى الربح أبدا، وعمليا عندما تأسست هذه الجمعية كان مقرها أو مقرها لحد الآن في مدينة دمشق. يوجد لهذه الجمعية فروع في المحافظات السورية، يوجد فرع في جامعة حلب أو في حلب بشكل عام، فرع في حمص، وعندنا فرع في الساحل. بالنسبة نحن فرعنا في الساحل تم تأسيسه عام 2005 بموجب القرار 24 الصادر عن مكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية، تم إحداث فرع الساحل للجمعية الكيماوية. في البداية كان عندنا 50 عضو مؤسس، تم تأسيس الفرع، وبعد ذلك تطور الفرع. هلأ حاليا نحن عينت أنا أو تم انتخابي كرئيس لفرع الساحل الجمعية الكيماوية السورية، ولحتى تاريخه تقريبا من عام 2008 وحتى تاريخه عندنا هلأ 165 عضو في الجمعية الكيماوية السورية. نحن بالنسبة للجمعية الكيماوية السورية أول عمل عملناه هون بالاشتراك مع الإدارة أو جمعية الأم، عملنا المؤتمر الكيميائي العاشر في رحاب جامعة تشرين، وتم يعني رئاسة جامعة تشرين ساعدتنا كثير في عملية إنجاح هذا المؤتمر، وكان مؤتمر ناجح جدا، تم مشاركات استقبلنا مشاركات من كل المحافظات في الجمهورية العربية السورية، واستمر على مدى يومين هالمؤتمر هذا. المؤتمر نحن الفرع اللي شارك فيه المؤتمر الكيميائي العربي الخامس عشر اللي انعقد في مدينة حمص عام 2011 نحن أو 2010 نحن شاركنا كفرع في
في المؤتمر هذا تم ايضا على مدى 3 ايام، لانه نحن الجمعيه الكيماويه السوريه بشكل عام هي عضو في الجمعيات الكيميائيه العربيه، وبالتالي كان المؤتمر الكيميائي العربي 15 للجمعيات الكيماويه السوريه العربيه انعقد في حمص عام 2010، ونحن شاركنا كفرع في هالمؤتمر هذا. عمليا نحن بالنسبه للجمعيه الكيماويه السوريه عندها مشاركات دائمه، شاركت في المؤتمر الكيميائي الاول للدراسات العليا الذي عقد بجامعه تشرين بكليه العلوم، شاركنا مع قسم الكيمياء. نحن ليش عم نشارك بقسم الكيمياء؟ لانه معظم المؤسسين او معظم اعضاء الجمعيه بتعرفي انت كلها من قسم الكيمياء، والخريجين الكيميائيين اللي عم يتخرجوا نحن من جامعه تشرين كلهم تقريبا اعضاء في فرع الساحل للجمعية الكيماوية السورية، يعني ما في أي عمل علمي نحن يقام في رحاب جامعة تشرين ويرعاه قسم الكيمياء إلا نكون مشاركين معهم في هذا المجال. هلأ نحن العام هذا أقيم المؤتمر الثاني للدراسات العليا، كمان كنا مشاركين معهم في المؤتمر هذا، وإجوا بعض زملائنا من جامعة من فرع دمشق الجمعية الكيماوية السورية وألقوا محاضرات في الندوة أو في المؤتمر اللي انعقد بكلية العلوم العام هذا. والجمعية الكيماوية السورية عمليا عندها أهداف، يعني أهداف الجمعية الكيماوية السورية أولا السعي لتحقيق تطلعات الكيميائيين في المساهمة في بناء المجتمع والاطلاع بدورهم في النهضة العلمية والتنمية الاقتصادية لقطر. اثنين تعريف المجتمع بالدور الهام للعلوم الكيميائية في الإسهام في تطوير المجتمع. ثلاثة الإسهام في دعم البحث العلمي في المجالات الكيميائية وأعداد الدراسات للاستثمار الأمثل للخامات الوطنية في قطاع الكيمياء. 4 العمل على رفع المستوى التعليمي للعلوم الكيميائية بكافة فروعها وأنشطتها والسعي لتطوير المناهج المتعلقة بها في الكليات والمعاهد والمدارس وإلاء التعليم المهني والتدريب الاهتمام المناسب بما يواكب النهضة العلمية لهذه العلوم ويضمن توفير الكفاءات العلمية العالية المتخصصة ويحقق حاجة سوق العمل من العاملين في القطاع الكيميائي. 5 المساهمة في تأهيل الموارد البشرية في المنشآت الصناعية الكيماوية المتخصص وتنمية القدرات أو المهارات العلمية للعاملين في قطاع الكيمياء. 6 العمل على توثيق التعاون بين الكيميائيين وتبادل الخبرات والمعلومات وفيما بينهم وتحقيق خدمات للكيميائيين تساعدهم في تطوير ذاتهم أو على تطوير ذاتهم وكفاءاتهم وإيجاد منظومة تأمين فرص العمل للكيميائيين الأعضاء. الكيميائيين يعني إذا كانت في نقابة أو نوجدت نقابة لهم ممكن بتعرفي يعني كثير بتفيد أو بتأمل لهم حقوقهم أو بتدير أمورهم، وبالتالي نحن كجمعية عم نطالب بإنشاء هالنقابة هي، ما إنه تحل محل الجمعية، يعني بتكون جزء، يعني هلا الجمعية جمعية ثقافية بتضل، هلا مثل هلا في جمعيات في كل دول العالم في جمعيات كيميائية وإلى وجودها وفي نقابات، يعني هلا إذا الموضوع إنشئت نقابة ما إنه تحل محل الجمعية، جمعية بتضل كاسم كمؤسسة علمية وبالتالي النقابة بتعمل على تنظيم أمور الأعضاء الكيميائيين في هالنقابة. في عنا كيميائيين أكثر من 20,000 كيميائي على مستوى مساحة القطر، وبالتالي لابد من تنظيم نقابي يرعى أمورهم وشؤونهم، وهذا الموضوع نحن اللي حاولت الجمعية أنه تحط رئاسة مجلس وزراء عنا بهالموضوع هذا للوصول إلى مطالب أو تحقيق مطالب هذه الشريحة التي لا يستهان فيها في المجتمع السوري. المجلة يعني عمليا يعني نحن مجلة الجمعية الكيماوية السورية انه ان شاء الله بتتنشط وبترجع بتاخذ دورها على مستوى يعني بين المجلات العالمية. انه رغم ما عم تمر في سوريا بتعرفي يعني حرب، فينا نقول هلا نحن سوريا حرب وجود، يعني نحن عم نحارب بأجل إثبات وجودنا، يعني وعم نحارب الفئات الظلامية اللي هجمت على سوريا. يعني رغم كل هالشيء اللي عم نمر فيه نلاحظ أنه نحن ما وقفنا الندوات، ما وقفنا لأنه لازم نحن نضل نعمل مؤتمرات ولازم نضل نعمل ندوات لأنشان يشوف العالم نحن ما بنتأثر بأي شيء ولا بنركن لأي ظرف من الظروف، بدنا نستمر نحن نشتغل، بدنا نضل نبحث، بدنا نضل نعمل ندوات. ومن كان يوم انتهت المعسكرات الانتاجيه في جامعه تشرين، نعرف نحن في معسكرات الانتاجيه بجامعه تشرين عندنا 4 كليات، يعني هي عمليا عندها معسكرات انتاجيه من
منهم كلية العلوم. كلية العلوم عندنا قسم الجيولوجيا في عنده كان السنة الثالثة يخضع لمعسكر إنتاجي، والمعسكر إنتاجي أساسي كمادة أساسية عندهم في السنة الثالثة بقسم الجيولوجيا. المعسكر الإنتاجي كان جدا ناجح، أنا حضرت 3-4 محاضرات من خلال الندوات التي أقامت قيادة المعسكر، كانت محاضرات جيدة جدا، لا سيما المحاضرة التي ألقيت من افتكر يوم الأحد كان اسمها التربية الدينية والتربية المدنية، كان مشاركين فيها رجال دين رجال علم، وكانت محاضرة فعلا محاضرة يعني ممتازة على جميع الأصعدة، يعني المعسكرات يعني ممتازة، كانت فعلا أعطت نتائج جيدة جدا من حيث انه الزيارات، من حيث الندوات، من حيث الأنشطة، يعني ما توقف شيء. في عندنا 140 ألف طالب تقريبا في جامعة تشرين، عندنا طلاب مستضيفين طلاب من جامعات حلب وجامعة الفرات، جامعة تشرين عم تبذل يعني جهود جبارة في هالمجال هذا، ونحن نتمنى من طلابنا وأبنائنا الطلاب جميعا أنه يكونوا يعني على قد المسؤولية، ونحن مع أكيد ما في شك رح نحاول قدر الإمكان يعني كل إمكاناتنا ندخلهم إياها ونحط، لأنه هذا الجيل اللي هو على عاتقه سيكون بناء سوريا الحديثة إن شاء الله. أتمنى النصر لهالبلد، وإن شاء الله الأمور الأزمة نتخطى هالأزمة وتصير وراء ظهرنا إن شاء الله. وأنا تعرفوا أنتم جامعة تشرين أنه يعني تم يعني تأسست في عهد القائد الخالد حافظ الأسد، واستمرت برعاية القائد بشار الأسد اللي ما لم يألو جهدا في دعم هذه الجامعة، ونتمنى له التوفيق. جامعة تشرين بتعرفوا انتم في اتفاقيات مع الجامعات الخاصة، ان كانت جامعة الأندلس، جامعة المنارة هلا اللي بده يتم افتتاحها او افتتحت العام هذا، جامعة الأندلس يعني كوادر معظمها من جامعة تشرين، تعرفوا جامعة تشرين مبني على ضخ كوادر يعني بجامعة الأندلس، هلا معظم مدرسين جامعة الأندلس يعني من جامعة تشرين، وأنا أحدهم، أنا أدرس في جامعة الأندلس، يعني نحن عمليا خلال أيام العطلة جمعة وسبت يعني معظم أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين كلهم عم بيشاركوا في عملية تدريسية بجامعة الأندلس، واللي بشكله يعني شو بدي لك كادر أساسي، كادر أساسي من كوادر جامعة الأندلس. ودائما تعفي الجامعات الخاصة يعني عم تعمل ضمن سياسة القطر يعني على إعداد الكوادر، اللي أنا برأيي يعني مقدرة وبكون يعني كوادر جيدة، يعني لأنه بتعرفي المدرسين يعني أنا برأيي من جامعة تشرين نفسهم أو كوادر أكفة، وبالتالي بده يكون إنتاج أو الكوادر التي تتخرج بدها تكون على مستوى جيد إن شاء الله. أنا بحاول قدر الإمكان يعني إنه تكون علاقتي جيدة جدا مع الطلاب، وبظن يعني نحن أي شيء فينا نقدمه للطالب لا أتوانى أبدا، يعني لا يمكن إنه فيني أنا مشي طالب اليوم إنه أجله بعد ساعة مثلا، أو يعني نحاول قدر الإمكان يعني تلبية حاجات الطلاب وتمشيط أمورهم يعني. وكمان من ناحية تدريسية أنا يعني طلابي، أنا علاقتي مع طلابي جيدة جدا الحمد لله.